قالت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة إن مملكة البحرين تتشرف باحتضان الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمؤتمر العام 84 لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون يوم الخميس المقبل. احنا طبعا شرفت أن نستضيف حضوريا هذا الاجتماع، خاصة بعد مرور أكثر من عام ونصف وإحنا نعقد اجتماعاتنا مع أخواننا بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي. وطبعا نتشرف بزيارة أخواننا وزراء الصحة، نعم، وأيضا مع سعادة الوكلاء، ونستكمل في هذه الاجتماعات الدورة مسيرة التكامل والتنسيق بين دول المجلس من جانب العمل الصحي المشترك. واحنا نعتز بما حققته من انجازات ملموسه في الاعوام السابقه وخاصه في العام الماضي وهذا العام. نعم. وبالنسبه الى جدول الاعمال اللي يتضمن عديد من الموضوعات المهمه وتعكس هذه الموضوعات العنايه وحرص على تعزيز مسيره العمل الصحي المشترك، وابرزها راح يكون فيها متابعه لقرارات المجلس الاعلى في المجال الصحي، وأيضا جهود دول المجلس التعاون مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وخطة عمل لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة،